نرجع معكم مشاهدينا لمتابعة برنامج يوم جديد، وبلقائنا الأخير لليوم رح نستقبل معنا قائد الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية أندري حاج. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بداية لما بدنا نحكي عن الأوركسترا بشكل عام، قبل ما نحكي عن الحفل يلي رح يصير بكرة، خبرنا هيك بشكل عام تميز الأوركسترا يلي هي الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية. بالبداية الأوركسترا بتتميز بالعنصر البشري، العناصر الموسيقية البشرية الموجودين، لأن أعلى مستوى بالعزف وهن الأول بلبنان والأهم. ولما بتعرف بالبلدان لما بقولوا أعلى سلطة سياسية بقولوا رئيس الجمهورية. هذه الأوركسترا هي أعلى سلطة موسيقية بالبلد وننافس الجوار، من هذا بتتميز بهالميزة. والميزة الثانية هي الإداء العالي، وأي مؤلف بحب يألف أو بحب الأوركسترا جاهزة تعزف له من كل الجهات الموسيقية. في صعوبة إنه الواحد يكون موجود كعضو بهالأوركسترا؟ في مثل تيست موسيقي طبعاً، بده يكون هو في نورم معين بيكون طبعاً عنده، ويخضع إلى لجنة وبيفوت إذا عايزين، لأن إحنا الأوركسترا تقريباً مسكرة من عايزة. لما نحكي عن الأوركسترا أكيد في عدة أشخاص بيكونوا بيلعبوا نفس الآلة وبيكونوا يعني ناس ماشيين على نفس النغمة، قدي هالشي بده تدريب؟ قدي هون القائد الأوركسترا بيلعب دور مهم؟ وقدي هو يعني بالأساس يعني كل النوتات يلي بيمشي يلي نكون نحن عم نشوفك كيف عم بتوزعها بأي طريقة، قدي في تمرين قبلها كمان وقت؟ هو فعلاً دور القائد الأوركسترا هو كيف يمرن، كيف يوصل الفكرة. في طبعا في آلات مثل آلات السترينجز اللي هن بيعيشوا مجموعات، انا على طول بقول لهم، وفي آلات السولو، ولكن هالمجموعه كلها بتعمل مثل الكورس. الكورس لما تقولي كورس ما عاد يعني هو وحده بصير مطرب او مغني. نفس الشيء الاوركسترا، الاوركسترا كلها بتصير عنصر واحد هو الاساس، بيكون بكل التفاعلات اللي بتصير، اللي بيقودها الكوندكتر، كيف بيمرن، كيف بيوصل الفكره، كيف بياخذ جزء، وكيف تتكامل اخر شيء بتصير كامله. أصعب من السولو؟ أنا؟ أصعب من السولو؟ السولو عنده دور يختلف، السولو عنده دور شوي يختلف. قلت لك مجموعة كمانجات يعني بيكونوا مع بعض، وهن جمال كمانجات يكونوا مع بعض وهذا دورهم. السولو دوره يختلف، عنده دور ممكن يكون يشتغل على الخط الميلودي، وله دور أوقات يكون هو دور التقسيم أو دور إذا حدا كاتب سولو معين. خلينا مايسترو نحكي شوي عن بكرة بعشرين الشهر، عن الحفلة بشكل عام. خلينا نبلش ندعي المشاهدين عليها ونخبرون عنها. إلى جانب شو بتتميز الأوركسترا، هي كأوركسترا قلت لك، وهي دايما أنا عطول بقول كعادتها متألقة بالإداء الموسيقي. الميزة الثانية أنه بالافتتاح السنة بعشرين أيلول رح تكون مستضيفين الفنان أميمة الخليل، هيك عاطي جو راقي أميمة وجميل، صوت رائع بفوت على القلب، ديريكت بفوت على القلب مباشر. وإلى جانب كمان في الأهم هو الأغاني اللي عم تغنيهم أميمة هن من أمضاء مارسيل خليفة. نعم. الشاعر طلال حيدر، عندك محمود درويش، في محمد عبد الله، في محمود السويدي، يعني بقى عاملة هالبرنامج الجميل إلى جانب الموسيقى اللي عنا اياهم نحن بالاوركسترا. يعني في ست اغاني لمارسيل خليفه بغناء أميمة الخليل الى جانب الموسيقى اللي بتقدمها الاوركسترا من العناصر للاوركسترا. هيك رح يكون في يعني رح يشوفوا المشاهدين، رح يحسوا هلا التمازج بين الاحتراف الغربي او التوزيع الغربي المرسوم او يعني المستفاد منه محطوط بالتوزيع، المكتوب بالتوزيع الموسيقى او الاغاني العربيه، الى جانب رح يشوف الموسيقى العربيه التقليديه. يعني رح يشوف نموذجين كيف هالاوركسترا شو فيها تأدي، وليست موسيقى تقليديه او موسيقى غربيه. من هيك نحن بنمتاز على الموسيقى الغربيه انه هن بدقوا نمط واحد، اما هذه الاوركسترا العربيه بدق النموذج، يعني صار المؤلف مفتوح له التاليف، مفتوح له التاليف، اي شيء ممكن يكتب. لما نحكي هيك شوي عن التطعيم والاستعانة بموسيقى الأوركسترا الفيلأرمونية، هون شو بميز، شو بحسن، شو بغير هالتطعيم، وشو شو يعني كيف بتعطي هالموسيقى نغمة مختلفة؟ خلينا نقول نسي على السؤال حلو. دايما التطعيم بيعطي غنى وبيعطي حافز للموسيقى
القديم يعني بيعطي حافز، خاصة عم نجيب نحن موسيقيين أجانب عم بيكونوا عنا عم يعني عم يندهشوا بهالموسيقى وعم بيحبوا. كل مرة بيقولوا لي أمتين رح نكون، ولكن ليش أنا عم بستعين بالأجانب؟ لأنه برجع أقول لك مثل ما حكيت مشوي، في مؤلفين كاتبين لآلات مش موجودة بالأوركسترا عنا، مش بقلب الأوركسترا موجودة أو من ضمن عناصرها، مثل فلوت ترافيرسيير. يعني مارسيل خليفة نحكي على سبيل مارسيل، كاتب لفلوت ترافيرسيير، كاتب لكلارينيت، كاتب لفيولا اللي هي الآلة الثانية بالسترينج زيت. وأوقات عم نحتاج نزيد، مثلا احنا بالأوركسترا في 2 كونتر باس، في مكتوب لثلاثة كونتر باس. يعني من هيك نحن عم نطعم، وهذا عم بيعطي غنى كبير بالتطعيم من الأوركسترا الغربي للشرقي. حتى أوقات الغربي بتاخذ من عنا، بس نحن لما بناخذ من الشرقي من الغربي هيك بتتميز بتطلع. وعلى فكرة أنا لما أكون عم بتطفل أنا ما عم بعمل شيء جديد، أنا عم ضوي أو على اللي كان موجود قديما. يعني عبد الوهاب ولا مرة ما استعمل هالفكرة، الرحابني ولا مرة ما استعملوا هالفكرة ولا مرة، على طول موجود الأبواء الكلارينات. أنا بس عم ضوي وعم بقول للمؤلفين هالأوركسترا بتعزف أي نمط وليست موسيقى تقليدية فقط دق السماعيات والبشارف، لا، حتى السماعيات اللي بدقها عم يندقوا بقالب، عم يستفيد من التوزيع الغربي أو المؤلف عم يستفيد من العلم اللي عم يدرسه بالغربي وعم بيوصفه بهذا المكان. طيب هون العلم لما نحكي عن آلة معينة، إذا هي منا داخلة ضمن آلتنا الموسيقية الشرقية، إذا هيدا الشخص تعلم برات لبنان أو حتى تعلم على هالآلة بلبنان من أشخاص هن متخصصين عليها، قدي في فعلها مثل غيرها من الآلات، ولا قدي فيها كمان تكون هي متناغمة مع الآلات الشرقية الموجودة عنا؟ بالنسبة للموسيقى كلها يعني هاي المجموعة العائلة الموسيقية كله بيتفاعل مع بعض. يعني أنا بآخر كونسرت نعمل بسبعة ستة، هو كان الذكرى الأولى لغياب الدكتور وايد غلمية، أنا دخلت طعمت بآلة الأرب لأول مرة يمكن تاريخ الموسيقى العربية تفوت آلة الأرب، خاصة هون بالأوركسترا. عزف علي شخص، هي صبية صبية لبنانية، لا أوروبية ولكن بتعلم تيصير في حدا لبناني. ما حدا حس بالفرق لانه عم تقدم شيء جميل وبمكانه، بس ما فيك تعطي انت الارب يدق مثلا شيء عربي بالمعنى النوطه يكون النوطه عربيه او فيها شرقي، لا بتعطيها لانه الموسيقى. يعني لما حدا بيسمع مثلا مارسيل خليفه او اي مؤلف او زياد رحبين او اي مؤلف ولو عم بدق المقام هو غربي بالمعنى الموسيقي، ولكن الروح عربيه دغري بيعرف انه هيدا المؤلف عربي. من هيك تقدر تفوت هالقيادات معنا بكل بساطه. نحن رح نشوف مقطع صغير هيك من الأوركسترا، نتعرف على الأوركسترا من حفلات سابقة ونرجع منتابع ومنسلط الضوء على حفل بكرة.
هالعزف الرائع لأستاذ زكي نصيف. مثل ما شفنا كل شيء كنا عم نحكي عنه، عن هالمزج ما بين الموسيقى الغربية والموسيقى الشرقية، لما نحكي عن بولونية ونحكي عن روسية عم يعزفوا ألحان، يعني فينا نقول بحث شرقية ولا لا؟ وفي نقلات هيك كنت عم تخبرني عنهم قد ايه هي صح. شوف الحب اللي عم بيعزفوا فيه هلا، اني انا بفرصه جايين هلا يعني حتى لما سافر قالوا لي بليز انه ما تعمل، خلينا نكون موجودين بالحفلات. شافوا فعلا الموسيقى اللبنانيه شو هي. هيدي المقطوعه اسمها رقصه الاباريك، بعتقد انها عملت بال 57 لل 61 بعلبك لزكي نصيف، ولاول مره تعزف اوركسترا كبيره كاوركسترا مش كفرقه. ولاحظتي كيف نقلت الاوركسترا، انا هيدي الصوره بحب فرجيها للاوركسترا، كيف نقلت من الغرب البير للعربي اللي ما بتقدر تعملها ولا اوركسترا لا فيلارمونية ولا غير فيلارمونية ولا ممكن. هيدي النقله بتقدر فيها نفس الاشخاص عم ينقلوا شخصيه، صارت هون قلبت شخصيه اخرى مختلفه كليا، يعني انتقلنا من مقام يعد غربي يعني يعزف على البيانو اذا بدك الى مقام الهزام او السيجا، شغله تميز فيه ونفس العناصر ونفس الشخص عم يعزف، ولكن فجاه بيقلب بيصير هون وهيدي وبيصير هالعربي هون. هيدي الميزه الاساسيه للاوركسترا. اساس الموسيقى موسيقى استاذ زكي نصيف عشو كانت تنعزف؟ وهل هون كمان لما تكون هيك بحث شرقيه شو بيتغير بالنغمه؟ قد ايه بتفرق وقد ايه بتعطيها غنى اكبر لما يكون في هالمزج؟ في زكي نصيف غني كثير، يعني انا لما بسمع زكي بشم الارض دغري 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 يعني صحيح. في زكي نصيف لما بسمع صباح بشم الارض، يعني زكي متنوع متنوع. بتلاقيه اذا بنحط مقطع من بني امي بتقولي حدا غربي مؤلف، بس بتعرفي دغري انه الميلودي اللي عم قلك يا عربي ولكن توزيع كله غربي. هذا زكي نصيف. فجاه بينقلك زكي نصيف لاشتقنا كثير لحبايب التراث هيك عنصري هو بيكون بالتراث اللبناني. زكي نصيف غني كثير بهي القطعه بالذات، هو كاتب للأبوة للكلارينيت للفلوت زيد، انا زدت الفيولا، ولكن هالعناصر الاساسيه ما فيك تدقيهم اذا ما فيك هالمقطوعه تعزفيها اذا ما كان موجود عندك هالعناصر. من هيك عم نستعين بهالعناصر اللي مش موجودين بالاوركسترا العربي، ولكن هن ممكن يكونوا اجانب ممكن يكونوا لبنانيين من الاوركسترا الفيلارمونيه. اوكي، هون خلينا نرجع نحكي شوي عن أميمة الخليل ونحكي شوي عن مارسيل خليفه، عن الالحان البرنامج كيف رح يكون، كيف رح يتوزع بكره باي طريقه، وشو بتوعد يلي حابين يكونوا معكم يسمعوا بكره؟ انا بقول للكل البرنامج رائع، أميمة رح هيك تتألق مثل عادتها انا اكيد، يعني لانه عم تجي على البروفيت. أميمة من الاشخاص الملتزمين بروفيت بشكل جدي وهي انسانه ملتزمه، ولاحظت شغله من هيك مرة الكومنتس تبع الفيسبوك انه كل المغنيات اللي من جاي الأميمة واللي اقل بحبوها، يعني عندهم محبه تجاهها ما في غيره. وانا عرفت ليش، لانه كل هول الاشخاص اللي من جاي لها ربيوا على صوتها، غير انه هي هالقد محبه وقريبه مثل صوتها، يعني من هيك رح تكون الحفله جدا مميزه. رح تبتدي أميمة بثالث مقطوعه، يعني اول اغنيه عندها هي برقم ثلاثه، وقلت بتبلك كله برجع اقول كله من امضاء مارسيل خليفه. رح تشوفي هالامضاء كيف هو هيك مبين واللي شفناه مع زكي نصيف هون رح ينشاف لما بنعزف لمارسيل خليفه. هذا اللحن، هذا الملحن اللي بيكتب الميلودي اللي ممكن تعزفيها على بيانو نفس الوقت هي ميلودي دغري بتعرفيها عربيه، وانا مش عم بعطي شهاده، ولكن المستفيد من توزيع الغربي موظفه هون. يعني حتشوف الاوركسترا لاول مره حتشوف فيها بهالتوهج، هي على طول بس في مدرسه جديده هالاوركسترا اللي بده ينشاف. هيدا عنصر صغير شفناه بهاي الحفله بالذات، رح تنشاف كلها، رح ينشاف العربي الاصيل التقليدي ها، ورح ينشاف الغربي اللي هالتوازن بين اثنين. برجع اقول لك هيدا همي انا بالاوركسترا، تكون هيك الاوركسترا تقدر تنطلق اسرع بكثير وعلى ابعد. هون التمرينات قد ايه بتاخذ وقت معكم؟ قد ايه كمان بهم كل شيء عم تحكي عن أميمة الخليل وعن التزامها، قد ايه مهم هالالتزام؟ قد ايه بيعطي راحه للاوركسترا للموسيقيه للفنان بحد ذاته انه كل شيء مضبوط وكل شيء 100% ما في مفاجات اخر لحظه؟ أميمة اجت قلت لها تجي انا يعني بعد جمعه بالتمرين، كنت انا جهزت الاوركسترا بتمرين قاسي جدا، يعني انا يعني قاسي للشغل واني بيعرفوا ما بيطلع شغل غير هيك. انا طبعا جدي وبروح بالشغل للاخر وبدرس شغلي كثير منيح، يعني بعرف التفاصيل، السرعات التفاصيل كلها، حتى بحفظ الاغاني والكلام بتوصل أميمة بتعطي الوهج للاوركسترا اذا بدك، تعطي هالرهبه الجميله يعني.
وهيك صار، يعني صار 3 ايام واليوم البروفا النهائيه راح تكون ورائع. يعني حتى البرنامج الموسيقي بمستوى كثير بمستوى الاغاني المعمولين كثير. وعلى فكره اميمه كثير بتشبه الاوركسترا، يعني هذا السبب الاساسي انا انه بتشبه الاوركسترا. يعني في ناس مثلا ممكن يحبوا يشتركوا بالاوركسترا او نتعاون معهم لانه الاوركسترا عندها خصوصيه، يعني ممكن نتعاون مع كل الفنانين مع كل المؤلفين، بس في خصوصيه الاوركسترا نحن ناخذ الجانب الخصوصيه الموجوده للاوركسترا. هذه الخصوصيه موجوده عند اميمه، يعني جاهزه بهالمحل. قد ايه البرنامج راح يستمر؟ مش طويل البرنامج، بحدود يمكن ساعه، ساعه و10 دقائق او ساعه وربع. في كلام صغير لانه هو افتتاح. وبس كلام، يعني ما بتحب أندري انه يكون كتير طويل البرنامج، بتحب تعطيه حقه ويكون هيك جست نيسيسير. نحن مالنا بهذا العصر بقى. ولا ممكن. يعني جيبي هلا حيلا مغنيين مطربين ولا ممكن. نحن بعصر شو تا 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 شو بس يكون بمحله. يعني هذا التقطيع، انا بقعد بالبيت 3 ايام بدرس برنامجي، هاي القطعه وين محلها؟ لا هيدي هون، لا هون اذا زقفوا شو احساس القطعه اذا عملت، يعني في مثلا مقطوعا جاي بتغني من كلام اميمه، بتغني من كلام محمود درويش، بتغني اكابيلا بدون موسيقى، وهذا شيء خطير جدا. ويمكن الوحيده بلبنان انا حسب اللي بتمتاز بهذا، انه تغني اكابيلا وتضلها محافظه على اللينيا التونيتال الصحيحه عم تغني بدون موسيقى، شغله وهي بتمتاز في اميمه. قبل اميمه انا حاطت او راسم قطعه جدا لبنانيه وفيها يعني جملة إيقاعية معتمدة على جملة إيقاعية، الناس بيكونوا بغير حالة. بتفوت أميمة بكل وقار رح تغني سكوت كأنه عم تصلي. هيدا وضع البرنامج بهالطريقة في هيك شوية احتراف. وأنا بشوف، يعني بشوف هون الناس وبيحسوا من هيك، بشوف البرنامج ما بيزهقك، بتقطع ساعة، ساعة وعشرة أو ساعة وربع، حتى كل البرامج عم تكون بهالطريقة. يعني مايسترو عم بتكون مخرج هيك دقيق، خلينا نقول على الثانية كل البرنامج مبكل بطريقة أنه كمان التفاعل يكون موجود. وصرت معود على كم هائل من الحفلات اللي عم بتقوم فيها الأوركسترا، عم بيكون أكيد إلى نجاح كتير كبير. فإذا هون يمكن بكرة خلينا نوعدهم بتوقيت كتير منظم وبجمالية عالية لهالموسيقى اللي رح يسمعوها. لا أنا بقدر أحكي عن الأوركسترا، لا ما عم بحكي عن حالي، أنا ما بعرف أحكي عن نفسي، بس لما بحكي عن هاي الاوركسترا فعلا في راح، يعني بهاي الحفله بالذات راح ينشاف باور، راح ينشاف اداء عالي جدا لهاي الاوركسترا. يعني انا بقدر احكي عن الاوركسترا بعظمه كيف عم تعزف الاوركسترا، يعني فعلا شيء، يعني ما في اي تفرقه بين الاجنبي اللي عم يجي اللي هو يمكن متمرس اكثر من اللبناني اللي قضينا نحن بسنوات، ما في شباب ما قدرت اشتغلت موسيقى مثل ما يعني فتره حرب اني قاعدين يمكن كانوا رومان ولا يعني بغير حاله كليا، بتلاقي العنصر الاجنبي اللي عم يجي بنفس العنصر اللبناني. وانا عم شوف وهو بيتميز اكثر اللبناني لانه عنده البلوس العربي، هذاك ما عنده البلوس العربي. صحيح، بكل بساطة. هون لما تختاروا الملحن، لما تختاروا الاسم المعين، قد ايه بتدرس له خلفية موسيقته؟ قد ايه بتدرس كل هالنقاط يلي حكيت عنها؟ قد ايه بتدرس الإيقاعات يلي بتكون تفوتوا فيها؟ وهالمزج بين كمان الآلات يلي بتكون موجودة بألحانه؟ طبعا مرسيل خليفة والموسيقيين الكبار أنا ما بتدخل، أنا باخذ السكور وبنقله بكل حرفية لأنه إنه محترفين. ولكن في مقطوعات موسيقية ممكن حدا يقدمها من داخل الأوركسترا ومن خارج الأوركسترا. وفي مقطوعة اسمها نور أنا بحبها كتير لمؤلف لبناني، وهيدا برجع أقول على طول أنا هذا من واجب الأوركسترا. شاب عمره 21 سنة يكتب بشكل جميل جدا، اسمه لو أسقر، بيعرف يكتب للأوركسترا. وهذا النموذج اللي عم نحكي فيه من هون لهون هو عم بيجسده بهالقطعة اللي هي القطعة الرابعة بالموسيقى، الى جانب موسيقى كمان لعلي خطيب اللي هو عازف رق بالاوركسترا. وفي مقطوعه تقليديه سماعي، انا ببلش بمقطوعه تقليديه معروف بالعربي على قالب السماعي، وفي لونغا من تاليف رياض الصنباطي معروفه كمان، وفي خريفيه عنوان لدكتور وايد غلميه. من هيك كل يعني هنا عم شوفه انا اللي عم يسمع من برا المستمعين وقلب الاوركسترا عم يعرفوا انا كيف عم شوف الشو. يعني موسيقى فيها هيك نص انا ما بستعملها. حتى موسيقتي بهالبرنامج ما حطيتها، مع العلم اني بيعرفوا انا عامل موسيقى من كل هالانواع بهالبرنامج، طلعت ما لقيت موسيقتي انا لهالبرنامج بكل بساطه.
تنسحب. انسحبت موسيقى دغري لانه انا بصير برنامج كله لإلي. يعني صحيح. انا بصير كل البرنامج لإلي أكيد. ما بيهمني بقى موسيقتي انا. من هيك انا بعتمد انه اول شيء باخذ سكور من المؤلف، باخذ الاوديو لاسمع وبنطلق من هالاساس، اذا في ميلودي وكله جاهز بيكون. مايسترو قد ايه بهمك انه القطعه تكون معروفه؟ لان اوقات اذا واحد سمع كذا قطعه منها معروفه يمكن في خطر انه المستمع ما كثير ينبسط ويستمتع، بينما لما يكون فيها المزج القطعه المعروفه بتعطيك هيك روحيه معينه انه بتنبسط بالموسيقى وبتحس حالك هيك مزبوط. قريب يمكن اكثر من الاوركسترا. شفتي المقطوعه سمعناها لزكي نصيف؟ منها كثير مسموعه باي ذا، بس مسموعه يعني بس مسموعه 100% من المسموع. يعني هي اسمها رقصة الأوريق، انعملت لحالي. نحن بتاريخنا الموسيقي ما في موسيقى. هاي الاوركسترا لما اسسها دكتور غلمية ما كان في موسيقى. كنت اقول له على طول انا يا ريت الاوركسترا مؤسسه بالستينات وقبل. نحن عم ننتج موسيقى هلا، بس كلها كانت قبل، حتى بالمسرحيات الكبيره والاسامي المعروفه كانت تخدم هذه الفقره او هذا البريك، بس موسيقى بالمعنى الموسيقى ما كان فيه. لما بلش هاي الاوركسترا بلشت الموسيقى، لان الاوركسترا هي بتعمل موسيقى، بتعمل مؤلف، بتعمل ناقد، بتعمل العازف، بتعمل كل شيء، بتعمل حضور تلفزيوني، بتعمل يعني اللي عم تستضيفيني حضرتك فيه. اكيد. وانا بحب اقول كمان اللي عم بيصير كله هلا هيدا بظل الاداره الجديده الحاليه الممثله بالاستاذ حنا العميل، وتحت رعاية طبعا الأستاذ جابي ليون اللي هو وزير السقافة ووزارة السقافة. ولو هذا كله ما كان صار، هذه الرعاية كلها من الإدارة للوزارة. نحن مايسترو رح نسمع مقطوعة تانية، ودايما كمان للأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية. سمعنا هيك ثلاث مقطوعات يمكن موصولين ببعضهم. قبل بيوم كنا عم نحكي عن حفلة زحلة، هيدي هي الحفلة يلي صارت بزحلة، حكينا من هون من الـ OTV. هيدي حفلة تحدي صارت مع الطبيعة. صحيح. كانت كتير كتير ماطرة، وكنا عم نحكي كمان إن شاء الله ما يصير شيء. صحيح. كانت صحيح. كتير كنت قبل بنهار كمان أنا بيجي لعندك، بحب بتفائل قبل بنهار إجي لعندك. إن شاء الله دايما بتكون أصلاً بالفعل دايما الحفلات بتكون ناجحة. خبرنا شوي عن هالحفلة. شو كمان من دور الاوركسترا هالسنه بيصير هو التوجه الى المناطق، لانه ضروري اللي قاعد بعكار او اللي قاعد بزحله ما يعني بكل بساطه اذا انا قاعد ما بطلع او ما بنزل، لانه هاي الاوركسترا والسقافه لكل هالناس، هاي الاوركسترا لالهم وكل الدوائر الرسميه للناس. انا على طول بقول لهم الاوركسترا كان الغربي ولا الشرقي مثل البحر عنا، البحر البلاش لنا حقنا هنا. من هيك هي لهم، ولازم تقطع تبرم الاوركسترا على المناطق. صار في كمان توجه على طرابلس، على صيدا، على زحله، ويمكن هالسنه يكون في اكثر، لانه انا بقول واجبنا وحقهم. فإذن إن شاء الله كمان متواجد دايما من استوديو يوم جديد حتى نحكي عن حفلاتكم الكتيرة. نتمنى لكم كل التوفيق لبكرة. رح أترك لك كمان هيك دعوة لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا، إذا بتحب تخبرهم بأي ساعة يكونوا موجودين بكرة وكيف يشاركوا معك بكرة. أهلا وسهلا بالكل طبعا، دعوة مفتوحة، أهم شيء دعوة عامة للكل. وبكرة الساعة 8 نبتدي، الساعة 8 الأوركسترا
بكلمة أكيد عتميني، بس توقيتنا صح نحن الخميس، لكن بكرة 20 أيلول بمسرح أبي خاطر عالطبية، صار معروف يعني الأوركسترا عم تعزف هونيك، بس بتتنقل غير محل طبعا. حب أحكي عن جديد كمان إذا بعد في وقت، نحن كمان عنا مشاركة يعني لأول مرة الأوركسترا راح تروح ب 18/20 الأول على جامعة روح القدس على كاسليك، المكان اللي أنا بحترمه جدا وله فضل كتير علي من حيث اللي أنا تعلمت 19 سنة هونيك وتخرجت من الجامعة، وفعلا بشكر بهالمناسبة عميد الجامعة عميد الكلية الأب دكتور يوسف طنوس اللي كان رحب بهالحضور لنا لهونيك ب 18/20 الأول. رح نكون مشاركة مع مثل ما قلت مع الكورال الشرقي، رح يكون حفلة رائعة كمان، وراجعين نحن عازمينهم للأونسكو، وراح أحكيك بحفلة في حفلة تكريم كبيرة رح تصير، حفلة تكريم اليوبيل الماسي للكبير ولي الصافي، رح يكونوا مشاركين معنا هن بتكريم. يعطيك ألف عافية مايسترو، أهلا وسهلا فيك. قائد الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية أندري حاج، نتمنى لكم كل التوفيق لبكرة. أهلا وسهلا.